السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب الجميع يكون بخير. النهارده هنحكي لولادنا قصة سيدنا يوسف عليه السلام. سيدنا يوسف عليه السلام كان لنبي الله يعقوب عليه السلام 12 ولدا، وكان سيدنا يوسف هو أصلح أبنائه وأحبهم إلى قلبه لما فيه من الخصال، لأنه كان صفاته حلوة جدا. فكان سيدنا يعقوب بيحبه عشان صفاته، عشان كان حسن الخلق. وفي يوم سيدنا يوسف رأى في منامه رؤيا تعجب منها، فحكاها لأبيه، حكاها لسيدنا يعقوب. قال: يا أبتي، إني رأيت في منامي 11 كوكبا، والشمس والقمر رأيتهم لي ساجد يسجدون والشمس والقمر يسجدون لي، فما هو تفسير هذه الرؤيا يا أبتي؟ سيدنا يعقوب فرح بالحلم اللي حلمه سيدنا يوسف، وبشره بان هو ان دي رؤيا الانبياء، وان الله اختاره نبي، ونصحه ان هو ما يحكيش لحد الحلم اللي حلمه، وما يحكيش لاخواته حتى لا يحقدوا عليه، ان هو ما يقولش لحد وما يقولش لاخواته عشان ما يحقدوش عليه، تمام؟ ولما رأى إخوة يوسف إن أبوهم بيفضل يوسف عليهم، إن سيدنا يعقوب بيفضل سيدنا يوسف على الباقي، غاروا منه وحقدوا عليه وتشاوروا فيما بينهم، بدأوا يتكلموا بقى إزاي نتخلص منه، إن هو منه لأن من سيدنا يوسف، لأن أبوهم اللي هو سيدنا يعقوب بيهتم بيه هو بس، وبينشغل بيوسف دايما. ففكروا إزاي ممكن ياخدوا يوسف من أبوهم، فطلبوا منه إن هم ياخدوه معاهم وهم بيتسابقوا بيلعبوا. فخاف سيدنا يعقوب على يوسف وقال لهم: أخاف أن تنشغلوا عنه فيأكله الذئب. فأقنعوا أقنعوه إن هو ما يخافش على يوسف، وإن هم كتير، وإن هم ياخدوا بالهم منه وكده. وسيدنا يعقوب وافق وهو قلقان، وترك يوسف يذهب مع إخواته. فقرر إخوة يوسف أن ينفذوا خطتهم، فذهبوا به إلى مكان به بئر، وأثناء لعبه تجمعوا عليه وألقوه في البئر وتركوه ليموت، وأخذوا قميصه ووضعوا عليه دماء وذهبوا إلى أبيهم يبكون. روحوا بقى إيه؟ بيعيطوا سيدنا يعقوب وقالوا له: لقد تركنا يوسف يلعب وكنا نتسابق في الجري فأكله الذئب. فلم يصدق سيدنا يعقوب كلامه، ما صدقش، لأنه عارف إنه لم يقتل فهو نبي. وقال لهم: سوف أصبر حتى يظهر الله الحقيقة. وفي سورة يوسف: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، وأوحينا إليه لتنبأنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. سورة يوسف، إن هم يعملوا ده وانتوا وعادي. أنزل الله الطمأنينة على قلب يوسف وهو في البئر، وأنبأه أنه لن يهلك. ومر قوم على البئر عشان ياخدوا مية بقى، وأنزلوا الدلو اللي هو الجردل كده، نزلوه في البئر، فتعلق سيدنا يوسف فيه وخرج سالما من البئر. ففرح القوم بهذا الغلام الجميل، فرحوا الناس اللي طلعوه بقى من البئر، فرحوا بالغلام الايه الجميل. وقرروا اخذوا معهم، قرروا ان هم ياخدوه ايه ياخدوه معاهم الى مصر وبيعوا. فاشتراه عزيز مصر وكبير وزراءها من سوق العبيد، حيث لم يكن ينجب أولادا. فقال لزوجته: أكرميه لعله ينفعنا أو نتخذه ولدا، تمام؟ قال الله تعالى: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته: اكرمي مسواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. سورة يوسف، تمام؟ طيب، بعد كده عاش يوسف في بيت العزيز لفترة من الزمن، وفيها تعلق قلب امرأة العزيز بيوسف وأحبته وحاولت أن تغويه، لكن يوسف بعون من الله استطاع أن ينجو منها. فادعت لدى زوجها العزيز أن يوسف روضها عن نفسها، وطلبت منه أن يضعه في السجن. وعاش سيدنا يوسف في السجن يدعو إلى عبادة الله، واشتهر بتفسير الأحلام، وكان معه في السجن رجلان سألاه في تفسير حلمهما. قال الأول: رأيت في المنام أني أعصر عنبا وأقدمه للملك. وقال الآخر: رأيت أني أحمل خبزا على رأسي والطير تأكل منه.
فبشر يوسف الأول أنه سينجو من السجن، اللي هو كان بيحلم أنه بيعصر عنب وبيقدمه للملك. ده سيدنا يوسف قال له أنت هتنجو من السجن، هتخرج من السجن ويكون من المقربين للملك. وقال للآخر أنه سوف يقتل وتأكل الطير من رأسه، اللي هو التاني اللي حلم أنه بيحمل خبز فوق رأسه وأن الطير بتأكل منه. وصدق تفسير يوسف في الرجلين. تمام. وفي هذا الأثناء رأى ملك مصر حلم تكرر معه أكثر من مرة، حيث رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع بقرات عجاف، ثم رأى سبع سنابل خض يأكلهن سبع سنابل يابسات. تمام. واحتار حاشية الملك في تفسير هذا الحلم، فأخبره الرجل الذي كان معه يوسف في السجن أن يوسف بارع في تفسير الأحلام، فطلب الملك إحضاره من السجن ليفسر له الحلم الغريب. فسر يوسف الحلم للملك فقال أن مصر ستمر بسبع سنوات خير ورخاء، يتبعها سبع سنوات عجاف وجفاف وفقر، ويجب أن ندخر من إنتاج سنوات الرخاء لتكفي في سنوات العجاف. تمام. أو الجفاف. أعجب الملك بتفسير يوسف، فعينه وزيرا على مخازن الغلال للبلاد حتى يستطيع التوفير من سنوات الرخاء لسنوات الفقر. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. صدق الله العظيم. سورة يوسف. تمام. أصبح سيدنا يوسف مختص بتوزيع الغلال في سنوات الجفاف على كل البلاد، وكان إخوته يأخذوا حصتهم من الغلال فعرفهم ولم يعرفوه، ولم يجد بينهم أخوه بنيامين، فطلب منهم عند حضورهم العام المقبل أن يأتوا بأخيهم معهم. ذهب الإخوة إلى أبيهم يطلبوا بنيامين، لكن نبي الله يعقوب خاف أن يفقده كما فقد يوسف، فقالوا له إن الوزير لن يعطيهم حصتهم من الطعام إذ لم يأتوا به كما أمرهم. فوافق يعقوب مضطرا، أخذ أبناء يعقوب أخيهم بنيامين ودخلوا على يوسف. قال يوسف له إني أنا أخوك فلا تخف، وأمر مساعدي أن يضعوا مكيال الملك في رحل بنيامين. ثم نادى منادي الملك أيتها العير إنكم لصارخون، أنتوا سرقتوا حاجة، فما جزاء السارق؟ قالوا أن يؤخذ ويعمل في خدمة الملك. قالوا فتش يوسف رحالهم حتى أخرج المكيال من رحل أخيه، فأخذ أخيه على أنه هو السارق، فحزن إخوته واستسمحوا يوسف أن يأخذ واحد منهم بدله، لكن يوسف رفض وقال لهم أعوذ بالله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. تمام. ولما وصل إخوة يوسف إلى أبيهم قصوا عليه ما حدث، فحزن يعقوب حزنا شديدا وبكى حتى عميت عيناه، وطلب من أبناءه أن يذهبوا إلى مصر ويبحثوا عن يوسف وأخيه، فذهبوا واستسمحوا يوسف أن يعفو عن أخيهم لأن أبيهم قد عميت عيناه بسبب فقده ليوسف وأخيه. فقال لهم يوسف هل تذكرون ما فعلتم بأخ لكم من قبل؟ فعندما نظروا إلى يوسف تذكروا وقالوا له إنك لأنت يوسف، وطلبوا منه أن يسامحهم ويستغفر لهم، فأعطاهم قميصه وقال لهم القوا على وجه أبي فيرجع له بصره، وطلب منهم أن يحضروا أهله، ففعلوا ما قال، فعاد إلى يعقوب بصره وذهب إلى مصر، حيث أجلس أبويه على العرش وسجدوا جميعا شاكرين لله. وقال يوسف لأبيه لقد كان هذا تفسير رؤياي حقا، هذا تفسير رؤياي. تمام. دي قصة سيدنا يوسف عليه السلام. نتقابل إن شاء الله في فيديو جديد وقصة جديدة. مع السلامة.